وانا لما كان عمري 16 ما كنت عارفه شو معنات كلمه مشلوله. يعني والله جبت التليفون تبعي وعملت جوجل سيرش what does being paralyzed mean. والله ما كنت عارفه. لما عرفتي شو فكرتي؟ لما بتعملي جوجل سيرش بيجيكي سيرشات تانية انه suggestions will you ever walk again, is there hope, is there hope, هل في امل, هل رح ترجعي تمشي يوما ما. قلت شو هيدا, هذا الشيء منه عادي منه طبيعي. وبعدين هلا شفت انه واو this really means انه انا مشلوله, انا عمري 16 سنه, انا عندي حياه قدامي, حضل بكرسي. هيك الافكار كان يجي براسي انه مصدومه مصدومه. ما صدقت انه شو عم بيصير معي, حسيت حالي بكابوس حلم. عملت العمليه اكيد فت بعمليات او باوجاع. ايه 9 ساعات. نعم. من بعدها تقبلتي, اي متى تقبلتي انك انت مشلوله؟ بتصدق اذا بقول لك من بعد 8 سنين. هلا 8 سنين, لانه انا اللي 8 سنين مشلوله هلا تقبلت. شو عشتي بهالثمان سنين؟ تعذبتي كثير؟ وامي تعذبت معي كثير كثير. وانا بكل شهر كل شهر بكون بالمستشفى لانه بيجيني التهابات, ما في استعمل الحمام, بحط نبريش كل ما بدي استعمله. يعني حياتي كثير صعبه. انه تخيلي بنت من عمري انه لازم تفتش على حياتها, تدهقر, تعلم السواقه, يكون عندها حريه, هذا الشيء كله اخذ مني. قد عمرك اليوم جيسيكا؟ I just turned 25. العمر كله صبيه مثل القمر. Thank you. اللي بيشوفك على السوشيال ميديا اول انطباع يعني بينسى الكرسي, بالعكس يمكن بيطلع هيك انه شو هالجمال سبحان اللي خلقك لقاعد على الكرسي. شكرا. كيف وصلتي لهيدي المرحله من التصالح انك تكوني عم تعطينا لنا قوه, عم نطلع نشوف صبيه مثل القمر عم بتعيش حياتها وعم تعطي, عم تكون ملهمه وعم تعطينا قوه؟ لما حسيت حالي ضعيفه ولما بشوف ناس حوالي كمان ضعاف وبيقولوا انا ما بقدر وانا حياتي صعبه, اكيد مش اصعب من حياتي. فانا بحب فرجي انه البوينت الي لكون على السوشيال ميديا لفرجي انه ما في شيء مستحيل. واهم شيء انه مش بس المقعدين ولا المشلولين, انه كل الناس تعرفوا انه اذا انا في عمل حيلا شيء انتم فيكم تعملوا. انت وصلتي انك تعملي الطيره يعني, يعني عم تعملي كل الرياضات اللي يمكن نحن اللي عندنا رجلين بنخاف نعملها. كل شيء. وحصير حكيمه, حفوت بمدرسه الطب, يعني ما في شيء حيوقفني, ما في اي شيء اي شيء ابدا. حصيري طبيبه شو؟ اعصاب. اعصاب. لانه اعصابك انضربت؟ ايه. لانه سبب الشلل. ويمكن بالمستقبل بدي الاقي العلاج لحالتي.